المعطيات، وننتقل إلى شارع الحبيب بورقيبة، حيث تم العثور اليوم على جسم مشبوه بأحد المقاهي العمومية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وقد تحولت فرقة مختصة في تفكيك المتفجرات إلى المكان وسط تعزيزات أمنية. وللمزيد من المعطيات معنا ياسر مصباح، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. أهلا بك، إلى ماذا توصلت التحقيقات الجارية بخصوص الجسم المشبوه؟ بالفعل هو الجسم المشبوه هذا اللي تم الابلاغ عليه اليوم الصباح بوجود في مقهى من مقاهي وسط العاصمه، تحولت فرق امنيه تابعه للامن الوطني، فرق امنيه مختصه وخاصه فرق امنيه مختصه في مجال مكافحه وتفكيك المتفجرات، وتعاملت الوحدات الامنيه نتاعنا كالعاده مع هذا الجسم المشبوه بحرفيه امنيه عاليه، يعطيهم الصحة الولايات خدموا خدمه كبيره برشا، ولم يتم العثور، وهذا اللي نحب ناكدوه الى حد هذه اللحظه، على ما من شأنه أن يمثل أي خطورة على الأمن العام.